للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من رام الله سيد محمد دراغمة، الكاتب والمحلل السياسي، ومن واشنطن عبر خدمة سكايب سيد سعيد عريقات، الكاتب الصحفي. أهلا بكما. وأبدأ هنا مع سيد محمد دراغمة من رام الله. إذن هنالك خلاف في وجهات النظر بين نتنياهو وغانتس حول خطط الضم. نتنياهو يريد المضي قدما في إجراءات الضم، أما غانتس فهو يخشى من ردة الفعل المترتبة ولا يريد أي توتر مع دول الجوار. برأيك هل هذا الخلاف سيد محمد هل سيقوض خطة الضم أم أنها ستتم بهدوء وعبر طرق التفافية إسرائيلية؟ لا أعتقد أن هذا الخلاف سيقوض خطة الضم. لدى نتنياهو أغلبية في الحكومة لإقرارها، وربما يصوت عليها في الاجتماع القادم للحكومة كما أعلن الأحد القادم. هناك وزير من مجموعة حزب أزرق أبيض برئاسة غانتس الذي أبدى استعداده لترجيح كفة التصويت داخل الكابينت، داخل مجلس الوزراء. الواضح أن نتنياهو ماض على الأقل من الناحية النظرية في إقرار الضم في الحكومة، ومن ثم يحدد الضم على مراحل تبعا للاعتبارات السياسية. الخلاف، نعم هنالك خلاف بين نتنياهو وغانتس، لأن نتنياهو لديه دوافع عديدة، منها دافع ايديولوجي. هو ينتمي إلى حزب الليكود الذي يؤمن بما يسمى أرض إسرائيل، بين البحر والنهر، نهر الأردن والبحر المتوسط. نعم. وأيضا هنالك دافع شخصي. نتنياهو مغمور الآن بأخبار الفساد، عندما يضم الأراضي الفلسطينية سيترك أثرا، سيترك إرثا كبيرا له، سيعزز من مكانته وقوته في الشارع الإسرائيلي الذي يتجه يمينا. لذلك نتنياهو سيضم وسيكر الضم، وسيضم ربما على مراحل، ربما جزئيا ربما كليا، لكن حتما هو ذاهب باتجاه الضم، حتى مع معارضة غانتس الذي لديه اعتبارات سياسية عديدة، منها الاعتبارات الدولية، منها الاعتبارات الإقليمية، منها الاعتبارات الداخلية. هنالك تيار واسع في إسرائيل يرى بأن الضم، خصوصا بين الاستراتيجيين، يرى أن الضم سيقود إلى دولة ثنائية القومية على المدى البعيد، وستفقد إسرائيل طابعها اليهودي لأنها ستضم أغلبية فلسطينية بين البحر والنهر. طيب يعني سيد سعيد، أجدد الترحيب بك معنا. يعني ماذا عن موقف الولايات المتحدة؟ هل إدارة ترامب قادرة على اتخاذ موقف يسمح لإسرائيل بالمضي قدما في خطة الضم على الرغم من هذا الخلاف في البيت الإسرائيلي الداخلي، وعلى الرغم من هذا الرفض في المنطقة العربية وأوروبيا أيضا لهذه الخطة الإسرائيلية؟ بكل تأكيد البيت الأبيض أثبت مرة تلو الأخرى أنه قادر على اتخاذ قرارات بشأن حماية الاستيطان الإسرائيلي والعدوان الإسرائيلي باستمرار. كافأ إسرائيل بالاعتراف بالقدس عاصمة القدس المحتلة، كافأ إسرائيل بنقل السفارة إلى القدس، كافأ إسرائيل بقطع المساعدات عن أنروا. وكل هذه الأمور كان هناك احتجاج دولي واحتجاج عربي حولها، واحتجاج من قبل المنظمات الدولية. فإن البيت الأبيض لا يرتدع من المواقف الدولية، هو فقط لديه حسابات انتخابية لا أكثر. هل هذا سيخدم الانتخابات المقبلة لترامب أم لا؟ هناك قاعدة قوية من التبشيرين الإنجيليين اليمينيين الذين ينظرون إلى عملية الضم كمهمة دينية، وبالتالي هم يدعمونها. هذه هي قاعدة ترامب، وبالتالي سيكون هو مهتم بهذه النقطة بالتحديد. نعم هناك خلافات في البيت الأبيض موجودة بسبب الخلافات الإسرائيلية. الإسرائيليين يعون أن هذه خطوة خطيرة جدا وستضعهم في موقع حرج، ستهدد الأردن بشكل مباشر، مما يدفع الأردن ربما بالتراجع عن اتفاق وادي عربة. سيكون هناك تداعيات مع مصر، الدولة العربية الثانية التي لديها علاقات مع إسرائيل. هذه الأمور تجعل ربما المجموعات الاستخباراتية ومجموعات الجيش والأمن الإسرائيلي تتردد في عملية الضم أو حجم الضم. هناك سيكون الضم بأي شكل من الأشكال، سيكون هناك ضم، الحجم هو الذي ربما يقف عائقا في هذه المرحلة. هل سيكون من ذلك الغور الأردن أم لا؟ نعم. يعني سيد محمد، الآن إذن إسرائيل على الرغم من هذا الخلاف الداخلي ماضية في إجراءات الضم، والتاريخ المعلن في الأول من يوليو تموز المقبل. ما الذي فعلته السلطة الفلسطينية؟ ما الذي فعله الفصائل الفلسطينية أيضا حتى هذه اللحظة في مواجهة هذه المخططات؟
لغاية الآن لا يوجد خطة فلسطينية واضحة للمواجهة، يوجد ردود فعل. ردة الفعل الأولى كانت هي الإعلان بأن السلطة الفلسطينية في حل من الاتفاقات الموقعة، لكن هذا التعبير تعبير مطاطي وتعبير عائم، لا يعني سحب الاعتراف بإسرائيل، لا يعني وقف العمل بكل الاتفاقيات، يعني العمل بالاتفاقات عندما يكون تكون السلطة مضطرة لذلك، والتوقف عندما لا تكون مضطرة، وربما تكون في غالب الأحيان مضطرة. على المستوى الشعبي هنالك يعني فعاليات شعبية، على المستوى الدبلوماسي هنالك جهد حقيقي في الاتصال مع دول العالم، وهذا يساعد السلطة الفلسطينية. أن هنالك أجواء عالمية معارضة للضم في أوروبا، أجواء واسعة ضد الضم في العالم العربي، الأردن تقود الجهود في المنطقة العربية، هنالك دول الخليج العربي الرافضة، وهذا ولديها تأثير ما على الموقف الأمريكي. يعني هنالك رهانات على وجود اصطفاف دولي كبير ضد الضم، وهذا الجهد تبذل فيه السلطة الفلسطينية قطعت فيه مشوارا طويلا، لكن لا أعتقد أنه الحاسم. لا يوجد تغيير جذري في المعادلة الداخلية من ناحية الوحدة الوطنية، من ناحية تعزيز النظام السياسي، إجراء انتخابات، إحياء منظمة التحرير، لعب دور قيادي للمنظمة في قيادة الشارع، كل هذا الأمر لم يجري تحريك أي جزء منه، وبالتالي تبقى المواجهة قاصرة إذا لم تتعمق المواجهة الشعبية وتتعمق بعلاقة مفتوحة مع كل القوى والفصائل والجمهور. أعتقد بأن السلطة لن تستطيع تحقيق نتائج كبيرة. يعني ما رأيك هنا سيد سعيد؟ يعني هذه الجهود على مستوى السلطة وعلى المستوى الدولي، يعني هل ستحقق أي شيء في مواجهة هذه المخططات، وكيف سيكون تأثير هذه المخططات على مستقبل السلطة الفلسطينية برأيك؟ أنا في تقديري السلطة الفلسطينية ستجرد من الكثير من موقعها وسمعتها وقدرتها على التحرك دوليا في حالة الضم. لكن حقيقة يعني إذا ما رأينا الجهود التي تقوم من قبل الفلسطينيين نرى أنها دون مستوى الحدث. قبل كل شيء يجب أن يكون هناك اعتماد على العنصر الفلسطيني، على الشعب الفلسطيني، يجب أن يكون هناك خطوات حقيقية بين الفلسطينيين لمواجهة هذه الخطوة، وهي خطوة بالنسبة للمصير الفلسطيني مهمة جدا. يجب أن يكون هناك إنهاء للانقسام بين حماس وبين السلطة الفلسطينية، يجب أن يكون هناك حشد وتعبئة للشارع الفلسطيني. نعم، العالم والساحة العربية والساحة الإقليمية والساحة الدولية هي أمر مهم جدا، وهناك تاريخيا تأييد، لكن حقيقة ما يغير الأمور على الأرض وما يدفع باتجاه أن يكون هناك زخم لعملية وقف ومعارضة الاستيطان هو الشارع الفلسطيني والشعب الفلسطيني كما رأينا في السابق. أما هل سيردع الموقف الدولي الولايات المتحدة؟ حقيقة التجربة تثبت عكس ذلك تماما. هذه الإدارة بالتحديد تتخذ القرارات ومن ثم تقول لنرى ماذا سيفعلون، لن تسقط السماء إلى آخره، وهذا بالفعل ما حدث بالقدس. فإذا أعلن عن الضم، وبكل تأكيد نقطة أخيرة، بكل تأكيد أن إسرائيل لن تقوم بالضم إلا بالضوء الأخضر الأمريكي، عندها هم لا يكترثون، لأنهم يعرفون أن لديهم الحماية الدبلوماسية في الأمم المتحدة وعلى المستوى العالمي، حماية من المحكمة الجنائية العليا، حماية في كافة المؤسسات الدولية، ولن يكترثون. أما إذا بقيت حالة الارتباك داخل البيت الأبيض، ونرى الآن أن الأغلبية تتجه نحو الضم مثل بومبيو وآخرين وفق التقارير، بتقديري سيمضي الضم. أشكرك جزيلا سيد سعيد عريقات الكاتب والصحفي من واشنطن، وأشكر أيضا سيد محمد دراغمة الكاتب والمحلل السياسي من رام الله.